لابد عنه أن ياخذوا الموضوع هذا. غياب طفلة عمرها 15 سنة من البارح ما فما حتى خبر عليها، مشت تقرأ في الكوليج تعدي في الامتحان، خرجت مع 9 متاع الصباح باش تجري كسكروت، من وقتها التوى معنا حتى خبر عليها، باش ناخذوا والدها معنا مباشرة الآن. في وقته معنا سي عماد رجيبة. صباح الخير سي عماد. الو وي اختي نسمع فيك. صباح الخير سي عماد، مرحبا بك. صباح النور. يعطيك الصحة انك معنا ساعة، نتصور وانه ماهوش ساهل بالنسبة ليكم. اريج دونك غايبة من البارح، مشيت تعدي على روحها في الامتحان في الكوليج. البارح الصباح. البارح الصباح. التسعة اخر مرة اتصلت بكم وقتاش؟ اخر مرة خرجت كملت الاكزامة وخرجت فهمت طلبت امها قدرها راني فهمت يوم باش ناخذ سندويتش ونرجع عندي ساعة اخرى نخرج مع الحباش راهو مش نروح. ايه فهمتني كيما العادة معناها فهمتي. معناها كان عندها ساعة كروز من 9 لل 10 ومن بعد باش تزيد تعدي من 10 ل 11؟ ل 11 نورمالمون هكاك. ما رجعتش مع اصحابها. ما رجعتش مع اصحابها. كيفاش كي كان؟ واحد شنو يحكي لي فهمتي في اللي فيه اصحابها فهمتي كل مرة. اش قالوا لك سي عماد؟ عندها صاحبتها قالت فهمتي راني وصيتها على ساندويتش فهمتي قلت لها جيب لي اريج معاك، ما حبتش قالت لها لا راني من راني لا ما غير ما نجيبلكش انا معايا. ومن بعد فهمتي قالت راه ثم خرجت هي وشكون؟ اي ومن بعد كي مشيت للمركز قلت لهم راهي طفله راهي هكا وهكا ذي فهمتي بحذانا تسكر جارتنا. اي فهمت قال لك فهمتي لا ما تكلمهاش وممنوع عليك باش تكلمها انت توا فهمتي واوقع فهمتي حتى فهمتي ال 24 ساعه ذم انا هبطنا احنا في الريسيرش وخذينا في تصويرتها ومضمونها وما نعرف شنو. فهمت والبنيه هاي تقرا كل شيء. جاري البحث عليها الان معناها قاعدين يلوجوا عليها؟ في المراكز ما هو موجود. موجود. ما نعرفش تحركوا هما ما يتحركوا ما نعرفش. وين وين بالضبط؟ فانا فانا منطقه؟ هي تقرا فهمتي في باب النار في ابن رشد. في ابن رشد في باب النار. هي باب جديد ولا السيره هذيك. كي كلمت الوالده نتاعها كي خرجت التسعه كيفاش كانت؟ معناها حديثها كان عادي؟ عديت مليح؟ عادي. ما حسيت منها حتى شيء؟ ما حسيت منها حتى شيء، قلت لها ماما مش ناخذ فهمت الساندويتش وراه مش نرجع. مش نرجع. عندك الساعه هذيك فهمت مش نرجع. فما حتى شيء. عادة لي زيغ كروز وين تعديهم اريج؟ قدام الواحد ما تتحركش مو غادي كتجي فهمتي ما بين النساء فهمتي وتبقى غادي فهمتي وما تمشيش ما تمشيش ما تمشيش باب الزيرة وباب جديد والدنيا هذيك كلها قريبة كلها فهمتني وما تمشي لهمش وما تعرفهمش العطار في حومتنا ما نحكي لكش. بون حاليا اكيد نتصور وانه فرقه مختصه في البحث حسب ما قالوا لنا. نحب نقرا المعلومه هذه وانه قاعدين يبحثوا. ما نحبش نعطي حاجه غالطه. ملاك تقولي بالضبط شنو اللي صار باش اوفيغ ميزور نقول لكم. احنا حابين نعديو النداء للاستغاثه. ما نعرفش هي 15 سنه اسكو الصوره نتاعها قاعد يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، اسكو نعديوها ولا ما نعديوهاش باش يتعرفوا عليها الناس؟ ما انا وليت نخاف من مساله الصور بالنسبه للاطفال. انتم هبطتوا الصوره نتاعها على مواقع التواصل الاجتماعي سي عماده؟ والله نحن فاميليا كلها فهمتي متحركه فهمتي في البلايص الكل اصحابي احبابي الكل فهمت ما نعرفش كل واحد شنو يعمل كل واحد شنو يعمل كلها تلوج الحق انت رب معايا ما نعرفش شكون هبط شكون ما هبطش شكون كلمكم انتم والله انا عندي فكره. احنا لقينا المعلومه على مواقع التواصل الاجتماعي. انا تلقاوني في بوبليكاسيون فيها التصويره نتاعها ومعاها رقم الهاتف هذاك علاش حبينا نفهموا شنو اللي صار. دونك السنه هو الجمعه هذه جمعه سومين بلوكي قاعده تعدي نفسيتها مرتاحه ما عندهاش ضغط ما عندهاش حتى شيء ما عندها حتى شيء حتى شيء ما عندها. شنو تتصور الغياب؟ تصور شيء خاطر ما تتصورش تكلمت الدنيا كلها عليها عرفش ما تمشيش ما تمشي وما تمشيش وحدها. معناها من عيدها ما مش من نوع اللي باش تمشي لبلاصه ولا تخرج بعيد ما تمشيش ما تمشيش جمله. بيس يا عماد ان شاء الله ما نسمعوا كان الخير يا ربي.
ربي رجعها سالمه. ما خلينا متفائلين مثالش معناها، المهم وعنه تكون بخير وتكون لاباس. لو كان قاعده تسمع فيك توجه لها نداء، تحب تقول لها حاجه؟ نتمنى عليك تاع ولاديش، ما حاش حتى تقول لها تمنى عليك اكا، تمنى عليك كلمني، قولي اني موجوده في هذيك البلاصه ولا كذا، وانا تعرفني معاك يا ريس كيفاش. واضح، ان شاء الله ان شاء الله صوتك يوصل، ان شاء الله يجينا خبر باهي، المهم تكون هي لاباس باذن الله. ونواصلوا معاك سي عماد، نتابعوا الموضوع باذن الله، وسع بالك وخلينا خلينا متفائلين ان شاء الله ترجع بخير، هذيك اهم حاجه، وانه تكون هي بالف خير، هذه اهم حاجه. سي عماد الجيبه، شكرا لك. في وقته